انا اعتبر حالي ابن هذا العالم او ابن تاريخ اللامرئي او الجغرافيا ليس لها شهود. عبر سبيل او ربما ومضة برق في هذه السماء. وأنا لا أترك أثرا يعني للآخرين. طبعا أنا أفكر أنه كيف الآخر يرسم هذا. هلا ربما بعضهم يرونه يعني رجلا غريب الأطوار، يعني ليس غريب الأطوار بمعنى الهيبيز أو المجنون، لا، في نوع من الرصانة والحكمة، واضح هذا الشيء، وهذا أمر يعني جلل، يعني فيه كاريزما فيه هيبة. وهن يتمنوا أن يكونوا في موقعي أو يتمنوا أن يسعفوا من الحظ أن يشاهدوا هذا الواقع في هذه اللحظة المقدسة، وأنا أعرف هذا الشيء، بل إنني لما أقول هذه اللحظة المقدسة ثق وتأكد أن قلبي في هذه اللحظة يرتعد. بل إنني أأنف عن حضور يعني مؤتمرات دولية، وأأنف أن ألتقي يعني مع الكبار، فأنا لا يعبئ عيني أحد على الإطلاق. لماذا أتكلم بهذه النرجسية العالية؟ لأنه ببساطة دفعت ثمنا باهظا وغاليا من حياتي. ما هو الثمن؟ ثمن كبير جلل لم يفعله لا رسام، لا بيكاسو، لا مارك شاغال، لا مدلياني، لا رسام عربي، لا سوري، لا خليجي على الإطلاق. ما في سيرة تتقاطع أو تتشابه مع سبحان هذا على الإطلاق. بل إنني لا أتشرف أنه عندي أعمال تكون مرد في متاحف ولا في جاليريات، وأنا أعتبر التجار يشتروا أعمال أو المغتنين، أنا أعتبر لوحاتي نوع من الإعارة لهم مؤقتة، يعني لأنه أنا عملي لا يقدر بثمن على الإطلاق، يعني ما بيقدروا لا مليار ولا مئة مليار ولا مليون على الإطلاق. لكن هو عم يدخل بمعاملة مثل التجار القدامى أيام السفن، أنا بعطيك يعني توابل هندية من الزعفران وانت بتعطيني شوي من الياقوت. يعني إذا ضبط المعادلة ضبطة، مش ضبطة مش مشكلة. أنا أفكر بهذه الطريقة، فأنا أعتبر عملي كل أعمالي اللي رسمت بالمئات يعني هي نوع من الإعارة يعني المؤقتة، بس اسمي عليها. هن لم يدفعوا ثمنها الحقيقي، وصعب دفع ثمنها يعني. لكن هو الإنسان بيترك أثر يعني أثره في الحياة هي لوحتي أنا. هلا في ناس بيجوا مثلا ما بيتركوا أثر، يعني هن عندهم خلينا نقول مئات العقارات أو مليارات، بس الواقع هن ما تركوا أثر، يعني في موتهم انتهى كل شيء.